تكون البداية عند سيادة النائب بدراوي وسؤال عام كده، هو احنا 8000 مصنع متعثر ومتوقف ولا 800 ولا العدد ايه؟ يعني الصورة العامة كده عن المصانع المتوقفة والمتعثرة سيادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الأول أنا بشكر عد التقرير، الحقيقة تقرير كويس جيد ووافي وفي الحقيقة أرقام جيدة وطيبة. العدد الحقيقة المصانع المتعثرة والمتوقفة، والحقيقة مش سعيد إن أنا بتكلم على الموضوع ده يعني النهاردة، يمكن كنت أفضل نبص على مواضيع تانية لأن الموضوع الحقيقة إحنا تحدثنا فيه أكتر من مرة، ولأن ده الموضوع الحقيقة ذو شجون يعني. المصانع المتوقفة والمتعثرة اللي بلغت عن توقفها منذ حوالي تقريبا 4 سنوات كان العدد اللي ذكر في التقرير اللي هو 871. تمام. من حوالي 5 سنوات كانت عملت مبادرة إن المصانع عن طريق وزارة التجارة والصناعة وعن طريق مركز تحديث الصناعة، يا جماعة اللي متوقف يبلغ عندنا أو اللي عنده تعثر يبلغ. فاتفتحت المبادرة دي لفترة من الزمن شهور قليلة، فتم إبلاغ حوالي 871 مصنع بلغوا إن هم فعلا متوقفين على مستوى حتت كتير. تمام. بعد كده ده اللي بلغوا. تمام. المفروض احنا كنا نبدا نتحرك من خلال مركز تحديث الصناعه، وانا كنت في دور النقاد الاول حقيقه منذ عامين تقريبا، كنت وكيل لجنه الصناعه. فكامل الملفات اللي كنت انا ببص عليها بشكل مهم يعني. فروحنا لمركز تحديث الصناعه، استدعينا الوزير وتناقشنا معاه، وبعدين قلنا مين الموضوع عامل مركز تحديث الصناعه، طب نقعد معاه هنعمل ايه يا جماعه؟ قالوا هنبدا من الرقم ده اللي هو 871 مصنع دول، لان طبعا في الاف المصانع المتوقفه المتعثره. يعني الرد على السؤال اللي حضرتك بتقوليه ان هذا ال 871 دول اللي بلغوا. اللي بلغوا. دول اللي بلغوا. لكن في بقى غيرهم الاف ما بلغش، انتظارا الى ما ستسفر عنه المبادره مع ال 900 مصنع الاولين دول. لما نشوف الاول اللي بلغ هيحصل معاه ايه، وبعدين احنا نروح نبلغ. ده امر طبيعي يعني، احنا لو في شارع واحد مثلا في منطقه صناعيه وفي 2-3 بلغوا وفي 5-6 ولا 10 ما بلغوش، الناس بتبقى منتظر هل ده هيفتح هيشتغل هينور، في ناس هتجيله وهكذا. فمشي الموضوع، كان المفروض يكون في صندوق، هذا الصندوق تم انشاؤه بالفعل لكن كراس ماله ضعيف. هذا الصندوق كان براس مال 150 مليون جنيه عشان يبدا الصندوق ده يكون نقطه بدايه اولى لمساعده هذه المصانع المتوقفه والمتعثره. وكان في الدوله كانت 150 مليون جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. الصندوق ده كان فيه 4 جهات مانحه. الصندوق ده عشان يساعد في فكره حل مشكله التمويل. 3 مشاكل اساسيه بتقابل المتعثرين او المتوقفين، دول الـ3 مشاكل الاساسيه. 70% من المشاكل مشاكل تمويليه، ناس توقفت ماليا. 20% مشاكل اداريه، ناس قفلت عشان ضرائب، تامينات، كهرباء، مي، حاجات زي كده. ثم 10% مشاكل متعلقه بالترويج والتسويق والمبيعات والكلام اللي زي كده. دي خلاصه اسباب التعثر الاساسيه. طبعا في اسباب اخرى بقى زي شراكات مختلفين او غيره. بس 70% بسبب التمويل تمويل. دول عشان كده عملنا لهم ال 150 مليون مشاكل جنيه. ماليه. فقلنا ايه الاربع جهات يا فندم اللي كانت مانحه لهذا التمويل؟ كان الاربع جهات اللي موجودين كانوا صندوق تحيا مصر، وكان شركه ايادي، وكان مركز تحديث الصناعه، وكان اظن بنك، كان الاسمار القومي، كان في بنك بالتالي كان بنك الاسمار القومي. دي كانت الاسمار القومي. دول كانوا الاربع جهات اللي حطوا ايديهم في الموضوع. وقلنا براس مال صندوق يبدا ب 150 مليون، المفروض انه كان يتصاعد. طبعا حضرتك عشان تقوي مصنع يعني بقى مصانع لو هي متوسطه عايزه ارقام 10 و20 و30 مليون وهكذا. لكن ابتدي بكام حاله؟ تقريبا بدانا بحوالي 35 حاله من ال 871. ده في سنه بحكي حقيقة الكلام ده بقى السنة اللي فاتت دي والسنة دي 2017. احنا بنحكي 2016، ده تاريخ قبل 2016. الصندوق تم على ما خلص وخد الموافقات بتاعته، تخلوا بتاع سنة ولا شو سنة وشوية، وبعدين بدأ يشتغل. فبدأ الأول بحاجة و30 حالة اللي هم بدأوا الأولين اللي هم كانوا مهيئين أكثر من غيرهم لبداية الانطلاق والتعويم وغيره. فطبعا لما تيجي تبص بقى على الأرقام تقولي أنها هعالج 30 حالة أو 40 حالة، كويس لو عالجنا حالة واحدة كويس، بس لو بصي على الارقام 30 من 900 هتلاقي نسب قليله جدا، ولو بصي على الباقي بقى اللي لسه ما اشتغلش خالص هتلاقي نسب اكبر بكتير. عشان كده هنا تبدا فكره ان احنا عايزين اراده حقيقيه لحل المشكله. الموضوع مش لا تحديث الصناعه لوحده يقدر يحله، ولا صندوق براس مال يعني بسيط او قليل زي ده يقدر يخش يشيل المشكله لوحده. فهذا الموضوع الحقيقه وانا كلمت فيه كتير، انا يعني عايزين نعتبره زي مشروع مشروعات الاستثمارات القوميه، زي ما بنتكلم في كثير من المشروعات عشان نقدر ننهض فعلا بهذا الملف ونروح للحلول. انما انا حبيت بس اعطي اضاءه اوليه على فكره عدد المصانع. ايه موضوع ال 871 دول اللي بلغوا يا جماعه. شغلنا كم واحد دلوقتي؟ بدانا نشغل كم واحد من خلال الصندوق؟ حوالي حاجه و30. طيب الباقي لسه ما في. طبعا 35 النهارده معلش وضعهم ايه بقى تحديدا؟ لا لسه انا ما عنديش افاده واضحه بحصل ايه. بداوا يعني دخلوا فلوس وبداوا يشتغلوا. طبعا بداوا يشتغلوا بقى لان خلاص جالهم تمويل هيبداوا يشتغلوا. انت عارفه كمان الصندوق مش فكره انه يدي فلوس بس، لا الصندوق كان ايضا هيدرس عشان يتدخل في الاداره عشان يساعد هذه بيقدم دراسات جدوى مثلا. طبعا بيقدم دراسات جدوى، يعني بيبقى شريك حقيقي وفاعل في انه يشيل الراجل اللي واقع ده من العثره بتاعته. القصه مش قصه ان هديك بس 3-4 مليون تشتغل بيهم، لا
انا عايز اشوف ايه اسباب التعثر عشان اساعدك لو انت تعثر تاني. عشان ما ترجعش تعثر تاني. وبناء على كده دي كانت نقطه بدايه. لكن زي ما قلت حضرتك احنا عشان نقوم مثلا 3 4000 مصنع بلاش يعني اكتر من كده, احنا محتاجين ميزانيه قد كده برقم كتير طبعا اكتر من كده. عشان كده هنتحدث بقى عن مبادره المركزي اللي برضك تم الاشاره اليها, اللي هي مبادره المركزي في فكره انها تساعد المصانع بشكل حقيقي وفعل. لكن هنقول احنا بنتكلم في الحلول, هرجع على حضرتك تاني للحلول طبعا.